منذ أن فقد عمله في معمل للأنابيب البلاستيكية في المنطقة الصناعية بخريبكا، اختار بوشتا بوزبيدا أن يدير تجارة تدر عليه ما يوفر به ما تحتاج أسرته المتكونة منه وزوجته وخمسة أطفال أكبرهم في 13. ما وفره من عمله في مصنع أنابيب البلاستيك لم يكن ليمكنه من القيام بنشاط تجاري كبير. استثمر ما وفره في عربة وجعل ما فضل معه رأس مال يشتري منه بضعة صناديق من التفاح والبرتقال حين يكون الموسم موسم حوامض أو فواكه أخرى تختلف باختلاف المواسم. يدفع الرجل عربته متجولا عبر شوارع المدينة. يوم الأحد من كل أسبوع يأتي إلى باب السوق ويوقفها. من مخبأ أسفلها يخرج ميزانا من حديد ذي كفتين وأوزانا تتدرج من ربع الكيلوغرام إلى نصف كيلو انتهاء إلى 5 كيلوغرامات. لم يكن يستعمل هذا الوزن إلا في موسمي البرتقال والبطيخ بنوعيها الأصفر والأخضر. يضع في خارطة تنقلاته مواقع المساجد التي يختار كل جمعة واحدا منها يمضي إليه بعربته، حتى إذا قضيت الصلاة ويحرص على أن يصلي بجوار بضاعته ينهض مسرعا إلى تجارته. فيما مضى كان بوشتا رجلا هادئ الطبع، تشهد بذلك زوجته، ولكنه منذ أن صار بائع فواكه متجول صار يتحدث بنبرة فيها بعض من قساوة وينادي ببضاعته بصوت جد مرتفع. في المساء في ساعة متأخرة يركن عربته في مكان لدى حارس ليلي في باب سويقة بعد أن يغطي ما بقي لديه من بضاعة، ثم يعود إلى أهله وقد حمل معه ما تكون زوجته قد طلبت إحضاره. تمضي رتيبة أيام بوشتا بوزبيدا. لم يعد له يوم عطلة أسبوعي قار كما كان في الماضي، عليه أن يشتغل كل يوم. أكثر الأيام صعوبة يوم يمضي إلى سوق الجملة لشراء ما يعرضه، ثم إنه طوال اليوم لا يكف يتفقد بضاعته، يقلبها على عربته، ينزع من الصناديق أو من الكومات الحبات التي تعفنت أو تلك التي بدأها التعفن، يضع هذه في كيس من البلاستيك يعلقه إلى عربته. في المساء يكون محتوى ذلك الكيس هو نصيب أطفاله مما يبيعه. تتولى زوجته قطع الجزء المتعفن من الفاكهة وتغسلها ثم تضعها في الصحن. مع مرور السنين وكلما كبر الأطفال ازدادت متطلباتهم وثقل عليه الحمل، ولكن بوشتا لم يكن يشكو مما يجده من صعوبات، صموتا كتوما كان. تعلم زوجته زهرة أن صمته ذاك مرده إلى التعب الذي يناله. ذات مساء بعد أن دخل إلى منزله وقد تعمد فيما يبدو أن يعود باكرا، نادى على ولده الأكبر إسماعيل. كان في الغرفة التي يتقاسمها مع شقيقين له. جاء مسرعا، قبل يد والده ووقف ينتظر ما سيقوله له. كان بوشتا ينظر إليه بتأمل، ولعله اكتشف لتوه تلك الشعيرات الأولى التي بدأت تظهر على ذقن الفتى. هم بابتسامة ما لبث أن كتمها، لعله يظن أن ما سيقوله لولده الأكبر أهم بكثير من اكتشافه ذاك. سأله عن الدراسة وقليلا ما كان يسأله. طمأن الفتى والده بأنه يبذل جهدا وأنه يطمح إلى النجاح. ثم عم صمت لعدة دقائق، لم يبرح إسماعيل مكانه. قال بوشتا: أريدك أن تجتهد في دراستك وأن تبلغ مستوى يؤهلك لشغل وظيفة تبعدك عما أنا فيه. بدا الطفل وكأنه لم يستوعب بالكامل ما قاله والده. ما لاحظه أن نبرته وهو يقول ما قاله كان بها شيء من الحزن. ثم استأنف بوشتا: قل لي يا ولدي، الدراسة التي تنوي اتباعها هل تعلم إلى أين يمكن أن تقودك؟ ابتسم إسماعيل لعله لا يملك جوابا شافيا. الذين في مثل سنه لا يستطيعون التكهن بما هو آت. قال إنه سيجتهد وسيرى. أبلغه بأن أستاذ الاجتماعيات حدثهم قبل أيام عن المسالك الممكن اتباعها.
أريدك أن تكون قائداً أو ضابطاً كبيراً في الشرطة. ابتسم. فهم الطفل أن والده أنهى ما كان يريد قوله فانصرف. لم يلتفت. لو فعل لرأى والده يمسح دمعة نزلت على خده. لما مضى إسماعيل إلى ما كان بصدده في غرفة الأولاد، كان شقيقاه منير ومحسن ينظران إليه بفضول، ينتظران أن يعلم منه السبب الذي من أجله نادى عليه أبوهم، ولكنه لم يقل شيئاً، ولم يجرؤ أحد منهما على سؤاله. ففي بيت بوشتا بوزبيدة التراتبية أمر أساسي. الصغير يحترم الكبير ويمتثل لأوامره. لعل إسماعيل يومها لم يستوعب بالكامل الدافع الذي جعل والده يقول له إنه يريده أن يصير قائداً أو ضابط شرطة كبير. في تلك الليلة أفضى بوشتا إلى زهرة زوجته بأنه قرر أن يغير نشاطه التجاري. يومها باح لها بما يعانيه حين يكون في باب السويق خاصة. قال لها إن مجموعة من الحشاشين المنحرفين صارت تبتزه كل يوم، تطلب منه أن يدفع 5 دراهم إن هو أراد أن تسلم بضاعته. قال إن الباعة المتجولين هناك كلهم يعانون من تلك العصابة. لم يفصل أكثر فيما يعانيه وانطلق يتحدث عن حلمه الأول. قال لها إنه يحلم أن يكون له دكان واجهته على الشارع الكبير يعرض من الخضر والفواكه أصنافا وألوانا. قال لها وكانت تنصت إليه والابتسامة لا تفارق فمها إنه إن تحقق حلمه ذاك فسوف يشغل معه 3 شبان سيجعلهم يرتدون بذلة موحدة وسيدربهم على كيفية التعامل مع الزبناء. كانت زهرة تصغي إليه وهو يتحدث عن أحلامه تلك. مر من الوقت ما لم يقدر مدته. قالت له قبل أن يطفأ نور الغرفة إنها تعلم أنه قادر على تحقيق ذلك الحلم. في الغد هو يوم كتلك الأيام التي مضت. كان عليه أن يذهب إلى سوق الجملة. ما الغريب في الأمر؟ لقد صار يفعل منذ مدة ليست بالقصيرة. كذلك مرت السنون. كانت عين بوشتا على المسار الدراسي لولده البكر إسماعيل يتابعه، ومن حين إلى آخر كان يمضي إلى إدارة الثانوية التي يدرس بها يسأل عن أحواله. كان يحس بفخر حين كان يتلقى من الأساتذة أخبارا مطمئنة. بعد أن نال إسماعيل البكالوريا وقد تم الاحتفال بالحدث داخل الأسرة بأن تم ذبح ديكين بلديين، أجادت زهرة طبخهما. يومها كانت الفرحة على كل الوجوه. ثم صمت الجميع إذ هم بوشتا بالكلام. قال إنه يريد من جميع أولاده أولادا وبنات أن يتخذوا من شقيقهم الأكبر إسماعيل قدوة لهم. عليهم أن يجتهدوا إنهم أرادوا الخروج من دائرة الفقر التي يعيشون فيها. التحق إسماعيل بكلية الحقوق، ولما نجح في امتحانات السنة الأولى تلك التي يزعم كثيرون أنها الأصعب، دعا بوشتا ولده إلى غرفة الأكل. كان وحيدين. وضع يده على كتفه. لقد رفعت قدرك وقدري يا ولدي. أريد اليوم أن أشرح لك كلاما قلته لك منذ سنوات مضت. هل تذكر يوم قلت لك أريدك أن تكون قائدا أو ضابط شرطة كبير؟ ابتسم إسماعيل وحرك رأسه مؤكدا أنه يتذكر. صمت بوشتا قليلا وكأنه يستجمع تفاصيل تلك اللحظات البعيدة، ثم قال يومها يا ولدي تعرضت لإهانة لم أتعرض لها من قبل. لقد صفعني أحد الحشاشين في السويقة. لم أحدثك فيما مضى عن الذي كنت أنا وباعة متجولون آخرون نعانيه منهم. يومها لم تتوفر لدي 5 دراهم يطلبونها لقاء تركنا نبيع بضاعتنا. تقدمنا بشكايات عديدة لدى القائد ولدى الشرطة، ولكنهم كانوا في كل مرة يفلتون ويعودون لتهديدنا. لذلك يومها قلت لك حلمي الأكبر أن تكون قائدا أو ضابط شرطة. فيهما كنت أرى الخلاص. كان وجه إسماعيل مكفهرا بعد سماع ما قاله والده، وكأن الذي حدث قبل سنين مضت حدث منذ لحظات. حماس الشباب لديه جعله يقف وكأنه يريد أن يخرج ليبحث عن الذي صفع والده. قال له أبوه اجلس،
أريدك أن تجتهد أكثر في دراستك، حتى إذا ما توليت منصبا من هذين المنصبين استحضرت تلك الواقعة التي قصصت عليك قبل قليل. هناك أمور كثيرة تجري على هوامش المشهد العام. في باب صيدلية الحراسة الليلية جلست امرأة ملتحفة رداء أبيض، في يدها صحن من البلاستيك به علبة دواء وضعت على ما يبدو وصفة من طبيب. كانت ورقة مختومة خطت عليها كتابات يصعب على غير عارف أن يفك طلسماتها. من مظهرها تبدو المرأة في الأربعين أو أقل من ذلك بقليل، لا تبدو عليها علامة سقم. حين ترى أحدهم يغادر الصيدلية ترفع نحوه صحن البلاستيك الذي في يدها وترجوه أن يساعدها في شراء الدواء. بعضهم يلقي في ذلك الصحن بدرهم أو درهمين ثم يمضي إلى حال سبيله، وآخرون يتجاهلونها ويمضون دون أن يلتفتوا إلى جهتها. وشاحها الأبيض يوحي بأنها امرأة مات عنها زوجها حديثا، وأنها تتسول لشراء الدواء إذ لم يعد لديها من معيل. تبقى هناك حتى يتنفس الصبح ثم تختفي. في ليلة من ماي من العام 2000 في حدود 11 ليلا دخل عياد المطاويع صيدلية الحراسة. ركن سيارته غير بعيد في شارع الأمير عبد القادر. كان مستعجلا للحصول على دواء وصفه الطبيب لولده الذي ألمت به الحمى. في باب الصيدلية 3 أو 4 أشخاص عليه أن ينتظر دوره. على بعد خطوات لمح امرأة تضع على رأسها وشاحا أبيض وقد جلست على الرصيف. كان منشغل الذهن فلم يعرها كبير اهتمام. هي بالنسبة إليه امرأة تتسول، قد تكون دفعتها إلى ذلك ظروف قاسية. لما حان دوره نظرت إليه الصيدلانية بابتسامة، ناولها الوصفة الطبية، نظرت فيها ومضت لتأتي بالدواء المطلوب. ولما أحضرت كل الأدوية التي دونها الطبيب في تلك الوصفة شرعت تشرح له كيفية استعمالها. دفع ثمنها وودعها. ما أن استدار يريد أن يغادر حتى وقع بصره على تلك المرأة. لم يكن وجهها بالغريب عليه، التقت نظراتهما، شيء ما شده إليها. أشاحت بوجهه فواصل طريقه إلى سيارته. قبل أن يبلغها التفت فرآها تتابعه بنظراتها. ظلت مكانها وهو في الطريق دون أن يعلم سببا لذلك. ظلت صورة نظرتها تشغل اهتمامه، وكأن صوتا من أعماقه يلح عليه أنه يعرفها. أين؟ متى؟ لا يدري. حمل عياد الدواء إلى ولده، ذاك كل ما يهمه الآن. ثم غابت عن تفكيره تلك المرأة التي تتربع على الرصيف قرب باب الصيدلية. يعمل الرجل في شركة توزيع نوع من المعجنات، وكان عمله ذاك يجعله يجول كل أطراف مدينة مكناس، يلتقي في جولاته مئات الوجوه بل آلاف الوجوه كل يوم، لا يتذكرها جميعها، ولكن هناك من بينها وجوه تحتفظ بها الذاكرة أحيانا دون أن يكون فيها ما يميزها، ولكنها النظرة. مر شهران أو ما يقرب من ذلك على زيارة عياد تلك الصيدلية التي كان فيها دور الحراسة الليلية في حي حمرية، لما اضطرته وعكة صحية ألمت بزوجته إلى البحث عن دواء يخفف عنها الألم. يومها كانت المداومة في صيدلية بشارع السعديين، كانت الأقرب إليها. الساعة تقترب من 9 مساء. في مدخل الصيدلية 2 زبائن، وعلى الرصيف في جوار الباب امرأة تتشح بالبياض وفي يدها صحن من بلاستيك وعلبة دواء وما يبدو وصفة طبية. نظر إلى المرأة. كانت هي المرأة نفسها التي صادفها قبل نحو 2 شهر قرب باب الصيدلية. ما أن رأته حتى حولت وجهها وجهة غير جهته. كان ما قامت به مثيرا للشك لديه. عاد يتساءل عما إذا كان يعرفها، لا يدري، ولكنه أمسى الآن شبه موقن بأنها تعرفه، وإلا لم تحاشت النظر إليه.
الفضول الذي تأجج بداخله يدفعه الآن إلى البحث عن ذريعة تمكنه من الحديث إليها واستكشاف حقيقتها. كان الزبائن الذين قبله يتقدمون ثم يغادرون وقد حملوا ما جاءوا من أجله من دواء، يتحاشى الالتفات نحو تلك المرأة، ثم لما جاء دوره طلب الدواء الذي جاء من أجله، ولما كان يغادر رآها تحول نظرها عنها، ولكنه تعمد التوقف عندها، صارت تنظر إلى الأرض خجلا ربما أو تفاديا لنظراته. هو الوشاح الأبيض ذاته الذي كان يغطي رأسها في المرة السابقة. أخرج من جيبه بضعة دراهم وانحنى إليها، وضع الدراهم بجوار علبة الدواء الفارغة، حاول أن يقرأ اسم الطبيب أو المستشفى المكتوب على رأس الوصفة، ولكنه لم يكن واضحا. نظر إليها وسألها عن نوع الدواء الذي تريد شراءه. ردت بسرعة لم يتوقعها ونطقت بسرعة قصوى اسم الدواء الذي تريد شراءه، لم يتمكن من التقاطه. ثم عاد وسألها عن المرض الذي تعاني منه. قالت إنها تعاني من الحساسية ومن الربو. صمت قليلا وهو ينظر إليها، كانت تتفادى نظراته. من ورائه كان يسمع من حين إلى آخر وقع خطى الوافدين على صيدلية الحراسة الليلية، ثم فاجأها. أظن أنني رأيتك من قبل، أظن أنني أعرفك، ولكنني لا أتذكر أين رأيتك. أنا لا أعرفك يا سيدي، كان صوتها شبه خافت وهي ترد عليه. أضافت: في الدنيا أناس كثر يتشابهون. لعلها أرادت أن تقطع عنه الطريق إلى كل سؤال آخر، ولكنه في تلك الليلة كان يبدي إصرارا على كشف هوية تلك التي عنت له نظراتها أشياء لا يستطيع تحديدها. لاحظ أن أحدهم اقترب منهما يحاول أن يعرف ما يدور بينهما. كان ينتعل حذاء جلديا بنيا، لم يرفع عياد بصره إليها. نظر مطولا إلى وجه تلك المرأة وقام من مكانه ومضى إلى حال سبيله. في تلك الليلة حاول أن ينبش في ذاكرته علّه يجد أثرا لتلك المرأة. كان الفجر يقترب لما غلبه النوم. في الغد ركب سيارة الشركة وراح يجوب المدينة يوزع على الدكاكين والمحلات التجارية علب المعجنات التي رسمت بحجم كبير على السيارة. حين انتصف النهار كان في شارع خالد بن الوليد، يعلم أنه لن ينتهي من جولته تلك قبل الخامسة مساء. اعتاد أن يتوقف لوجبة غذاء خفيفة يتناولها في واحد من المطاعم الشعبية. ركن سيارته وتثبت من إغلاقها، ثم دلف إلى مطعم يعرفه جيدا يقدم طاجين اللحم بالخضر وأيضا اللحم المشوي. في الداخل لم يجد طاولة فارغة، في الخارج تحلق زبناء حول طاولتين. لما رآه النادل يبحث عن مكان ناداه وأخرج له من مكان ما طاولة صغيرة وكرسيا من البلاستيك. المكان الذي جلس به يتيح له أن يراقب الشارع وأن يلقي نظرة من حين إلى آخر على سيارته. جاء النادل بطاجين اللحم ووضعه على الطاولة، ثم بحركة بها بعض من الاستعراضية رفع الغطاء فصعد بخار به رائحة زكية. بجوار الطاجين وضع الخبز وقنينة ماء. ما أن هم بتناول غذائه حتى وقفت عنده امرأة كانت ترتدي جلابة وردية اللون. رفع بصره فوقع على الوجه الذي كان يتسول في باب صيدلية الحراسة الليلية. نهض من مكانه لقوة المفاجأة. التفت إلى جهة النادل ليطلب كرسيا. كانت تنظر إليه ثم دعاها إلى الجلوس. في نظرتها بعض من استعلاء يتنافى بالكامل مع نظراتها في الليلة التي انقضت. لما جاء النادل بكرسي آخر من البلاستيك جلست. دعاها لتشاركه طعامه ولكنها رفضت. نظراتها إليه بكل ذلك التركيز جعلته يتوقف عن الأكل. لما رأته على حالته تلك قالت له إنها تعقبته لتوضح له بعض الأمور.
يستمع إليها مشدوها. قالت إنه لم يخطئ حين قال إنه يخيل إليه أنه يعرفها. عادت به 20 سنة إلى الوراء وذكرته بأنها كلثوم بنت الجيران التي صرح لها ذات يوم من مراهقته بأنه يحبها. قالت له إنها انتظرتها بعد أن رحلت عائلته عن الدرب، ولما لم يأتي ارتبطت بآخر، تزوجته وأنجبت ولدين. قالت له بنبرة لم تخل من تحذير إنها ستضطر إلى إبلاغ زوجها بملاحقته لها. حاول أن ينكر، قاطعته: سأقول لك الذي تريد أن تعرفه، أنا متسولة متخصصة في صيدليات الحراسة الليلية، وأحذرك مرة أخرى أن تحاول الاقتراب مني أو النبش في حياتي، لا تقرب الأمور التي لا تعنيك. ألقت بكلماتها تلك وضحكت ضحكة سمعها الذين كانوا حول الطاولة المجاورة، ثم نهضت من مكانها وقالت: هل فهمت يا عياد؟ كان ذهوله أكبر لما سمعها تنطق اسمه. لما انصرفت هم بتناول غذائه، ولكنه لم يقدر على ذلك، دفع ثمنه وغادر المطعم. في الطريق هيمن على خياله شريط ذكريات مراهقته البعيدة وصور كلثوم التي هام بها ذات زمن. آلى على نفسه ألا يبوح لأحد بتلك الحكاية. نشأ عبد الحفيظ يتيم الأب، تولت رعايته أمه التي ترملت أشهرا قليلة بعد ولادته. لزمت المرأة بيت عائلة زوجها التي تسكن في قرية قريبة من الكاف في تونس، حيث الحدود مع الجزائر ليست بالبعيدة. لما تفتح وعيه لم يكن يعلم عن والده سوى أمور قليلة، تلك التي كانت تحكيها له بين فينة وأخرى، أو ما كان يبلغه وهو يسترق السمع لما كان جده يأتي على ذكره مع فلاحين من القرية. كل الحكايات كانت تؤكد أن والده متوفى وأنه كان الولد الوحيد لجده. لم يكن لعبد الحفيظ أعمام ولا عمات. تقول تلك الحكايات إنه كان الساعد القوي لوالده الحاج حمودة، وكان في كل ما سلف ما يفسر ذلك الحرص الذي كان للجد على حماية حفيده اليتيم وتعليمه. أليس هو من سيحمل اسم العائلة؟ أرسله إلى الكتاب، ثم لما بلغ سن التمدرس سجله في المدرسة. أبدى الولد اهتماما بالتحصيل، وكان الحاج حمودة يظن أن له مستقبلا واعدا، ولكنه ما أن أقبلت طلائع مراهقته حتى صارت تظهر عليه علامات شرود من نتائجها تراجع ملحوظ في المعدلات التي كان يحصل عليها. قيل للحاج حمودة لما استفسر حول ذلك إن الأمر طبيعي لدى من هم في مثل عمر عبد الحفيظ. لم يجادل الشيخ ولا عاد ليسأل. ما يهمه في النهاية أن يبقى الفتى سليم العقل والبدن ليتسلم مشعل العائلة وما تملك من أراض زراعية. ولكن أسئلة كثيرة صارت تساور عبد الحفيظ، أسئلة تدفع به إلى النبش في أسباب الرحيل المبكر لوالده. قيل له إنه أمضى سنوات قليلة مهاجرا في إيطاليا، وإنه توفي فجأة حين عاد لقضاء عطلة الصيف. كان لديه أصدقاء آباؤهم يقيمون في مهاجر أوروبية، وكان يراهم فرحين حين يأتي آباؤهم، يراهم يركبون سيارات جميلة، ويسمعهم وهم يتحدثون عن انتقالهم قريبا للعيش في المهجر. يتصورهم هاجروا وعادهم أيضا يسوقون سيارات جميلة، ويتخذون لهم من جميلات القرية زوجات يحملونها معهم إلى هناك، إلى إيطاليا أو فرنسا. صار لفرط تفكيره في هذه الأمور يبتعد عن أمه ويتحاشى الجلوس إلى مائدة الطعام معها أو مع جدته. لم يكن يخفى على أحد ذلك التبدل الذي طرأ على طبعه، صار صموتا عبوسا. في كل ذلك لم يكن عبد الحفيظ قد توصل إلى جواب مقنع عن أسباب تلك الوفاة المفاجئة لوالده، وقد صارت لديه لما لم يجد تعليلا وفاة غامضة. وذات يوم جاءه واحد ممن كان يعدهم أصدقاءه، اسمه بشير،
وأبلغه بأنه علم عن طريق الصدفة أن والده مات مقتولا. كان الفتى يعلم مدى انشغال صاحبه بذلك الأمر. لعله لم يتلق صدمة أقوى من تلك الصدمة منذ أن صار همه الأكبر أن يعرف الحقيقة. أمسك بثوب صاحبه بقوة حتى كاد يمزقه. هل قلت إن أبي مات مقتولا؟ نعم. من قال لك؟ سمعتهم في بيتنا يقولون ذلك. من قتله؟ أنا لا أعرف، اتركني. لم يكن عبد الحفيظ يعي أنه أمسك بقوة بثوب صديقه، أرسله دون أن يقول شيئا، ثم مضى يجري مبتعدا عن القرية. مساء ذلك اليوم لم يعد إلى البيت. هو الآن في 16. كان جده الحاج حمودة يرى أن أوان تسليمه المشعل يقترب. العمر يتقدم بالشيخ، ولم تعد أحوال صحته تسمح له بالقيام بكثير مما كان يقوم به، ولذلك لما انتبه إلى أن حفيده لم يأتي ذاك المساء ثارت ثائرته وركبت تفكيره كل الوساوس. بحث عنه في كل مكان، وطرق أبواب عائلات أولئك اليافعين الذين يتخذ من بينهم أصدقاء. وكذلك علم من صديقه بشير أنه كان آخر من قابله، وأنه ما أن قال له إنه سمع من يقول إن والده مات مقتولا حتى بدا عليه الاضطراب وانطلق. قال الفتى إنه لم يعرف منه الوجهة التي قصد إليها. على مدى 7 أيام عم الحزن منزل الحاج حمودة، حزن ذكر الجميع بالحزن الذي عم بعد وفاة والد عبد الحفيظ. خلال تلك الأيام 7 لم يخطر ببال أحد أن يكون عبد الحفيظ مختبئا في حظيرة خربة تعود إلى جده بعيدا عن القرية بعدة كيلومترات. في اليوم 7 جاء إلى الحاج حمودة من يخبره بأنه شاهد نارا توقد ليلا في تلك الحظيرة الخربة، وأنه لا يدري إن كان جنيا أم إنسيا من يضرمها. في البدء خالها الحاج حمودة مزحة ثقيلة من شخص قد لا يكون على علم بما تعانيه أسرته. لم يعقب على كلامه ذاك ونزع إلى تجاهله. ولما مضى الرجل إلى حال سبيله تساءل فجأة عما إذا كان عبد الحفيظ هو الذي يشعل النار ليلا بين أطلال الحظيرة القديمة. لقد صار الشيخ لا يستثني أيا من الاحتمالات، الأهم لديه أن يعثر على حفيده المفقود. نهض من مكانه وأسرج بغلته ومضى. رأته زوجته وأم عبد الحفيظ أيضا وهو يبتعد. لما وصل إلى الخربة كان الوقت ظهرا، لم يكن الرجل قد بلغ ذلك المكان منذ سنوات. الأشواك والحشائش تحف بما بقي واقفا من أسوار ذاك البناء الذي كان فيما مضى يتخذ إسطبلا ثم حظيرة. ما يخشاه الأفاعي التي قد تكون استوطنت المكان. تقدم وهو يمسح بعصاه المسلك الذي سيتبعه وصولا إلى الداخل، وما أن أطل حتى فاجأه وجود شخص ممدد على الأرض في ركن كان لا يزال يحتفظ بجزء من سقفه. تقدم نحوه ووكزه بلطف بعصاه. هب من مرقده، كان هو عبد الحفيظ. جلس مكانه ينظر إلى جده بعينين مفتحتين في حدودهما القصوى، لعله يظن أنه في حلم. لا يتصور أن جده قادر على أن يبلغ المكان، بل أن يتكهن بلجوئه إلى الحظيرة الخريبة. كان الحاج حمودة يقف متوكئا على عصاه التي لا تفارقه. ولما أيقن أن حفيده قد استعاد وعيه أمره أن ينهض من مكانه. امتثل، فلم يكن متعودا على أن يعصي للشيخ أمرا. كان في حالة ضعف لا تخفى، فقد لا يكون تذوق طعاما منذ أسبوعين الآن. أردفه وجاء به. لما وصل كان العصر قد فات منذ فترة. يومها لم يكلمها، وأمر أم عبد الحفيظ أن تعتني بولدها حتى إذا ما تعافى سيكون له معه حديث. بعد 3 أيام دخل عليه جده الغرفة. كان الفتى خائفا، أو لعله خجل مما قام به، يتوقع أن يوبخه الشيخ، ولكنه لم يفعل. جلس بجانبه، وضع كفه على جبينه
كمن يريد أن يجس حرارته، أحس ببرودة كفه التي ألفها صبيا، ثم فاجأه بأنه علم سبب ما قام به. قال له: نعم، لقد مات والدك مقتولا، الذي قتله دس له السم في مشروب تناوله في مقهى في الكاف. صمت الشيخ بعد أن اعترت نبرته بحة تنم عن ألم يحس به، ثم قال: الذي سممه صديقه وقد فعل حسدا. لم يفصل الشيخ الأسباب، ولكنه أضاف أن القاتل مات هو الآخر مسموما، وكان من سممه شقيقه بعد خلاف بينهما حول الميراث. وهو ينهض من مكانه ألقى إليه بكلمات أخيرة: عد إلى نفسك وكن خير خلف، لا ثأر لك الآن تأخذ به. حين كان الشيخ يغادر، نهض عبد الحفيظ من مكانه وأمسك بيد جده يقبلها، ثم انتبه الشيخ إلى أن دموع حفيده بللتها، ضمه إليه مطولا ثم أرسله وخرج. من التلة التي تخفي وراءها البيوت القصيرة لقرية مسيمر، تمكنت الصبيتان من رؤية شخص ما يقبل، كان على بعد بضع مئات من الأمتار. لم تستطيع أن تتبين ما إذا كان القادم رجلا من القرية أم غريبا يعبر من هناك. الشمس تميل إلى المغيب، وأشعتها تجعل أكثر صعوبة تبين ملامح القادم. التفتت إحداهما إلى غنيمات ترعيانها، لاحظت أنها ابتعدت قليلا فأصدرت صفيرا تعرفه، ولكنها لم تكترث له. قامت من مكانها وأمسكت بحجر بقدر كفها ورمته صوبها، لم تكن تريد إصابة أي منها، ولكن لفت انتباهها عادت الغنيمات أدراجها. كان ذلك المقبل نحو القرية قد اقترب، يحمل حقيبة ظهر. مر غير بعيد منهما، نظر جهتهما دون أن يتوقف. شعره الأشقر يوحي بأنه غريب، لم يكن في ذلك ما يثير استغراب الصبيتين، فقد اعتاد أهل قريتهما أن يروا سياحا أجانب يعبرون من هناك، ولكن الذي لم يكن مألوفا أن يعبروا من هناك راجلين. واصل الرجل طريقه وقادت الفتاتان أغنامهما وأخذتا طريق القرية، أدركتاه عند الدكان الوحيد الذي يوجد في مدخلها. البقال واسمه سعيد رجل على مشارف الخمسين، ولم يعرف عنه غير أنه يتعاطى تجارة الأساسي مما يحتاج إليه الناس في تلك القرية، وخاصة قارورات الغاز التي يستعملونها في الإنارة والطبخ أيضا حين لا يكون متاحا الحصول على أخشاب. كثيرا ما توقفت عنده سيارات سياح من جنسيات مختلفة، لا للتبضع، ولكن في الغالب الأعم لطلب معلومات حول الطريق. ويبدو أن كل ما استفاده سعيد من ذلك أنه تعلم بضع كلمات من بعض اللغات التي يتحدثها أولئك السياح، وخاصة الإنجليزية. لم يكن في مسيمر من يستطيع أن يجادل سعيد في كلمات إنجليزية أو إسبانية أو فرنسية، فهو وحده الملم بما يسمح بالتواصل مع أولئك الغرباء. أحيانا يشتري منه أحدهم سكرا أو قنينة زيت صغيرة ثم يشكره وينطلق. الذي عند دكان سعيد الآن أنزل من ظهره حقيبته وأسندها إلى ساقيه الطويلين، كان مربوطا إليها وقد لف بعناية سجاد وشيء آخر من ثوب أخضر غامق. يشرح له سعيد شيئا ما، قد يكون سأله عن الطريق، كذلك كان تخمين الفتاتين. ولكن سعيد فاجأهما بأن نادى على كبراهما واسمها سلوى. توقفتا معا، ولكن الصغرى واسمها حياة ظلت مكانها تحرس الغنيمات. لما صارت سلوى بمحاذاته سألها إن كان والدها في البيت، وقد استغربت أن يسألها بيد أنها لم تعد إلى المنزل منذ أن غادرته مع شقيقتها في الصباح. ودون أن ينتظر منها جوابا، ولعله تكهن بأنها لا تعلم إن كان في البيت أم لا، قال لها أن تبلغ والدها بأن شخصا ينتظره عند الدكان. حركت رأسها موافقة وانطلقت تجري لتلحق بشقيقتها. أسرعت إلى الدار، كانت والدتهما أول من التقتا.
بادرت سلوى إلى إبلاغ أمها بما قاله لها البقال سعيد. نظرت إليها بما يشي بقلق انتابها، لعلها تتساءل عمن يكن هذا الذي يسأل عن حمو زوجها. ثم ازدادت حيرتها لما قالت لها سلوى إنها تظن أن الذي يسأل عنه هو ذاك الغريب الذي رأته هي وشقيقتها يقبل على القرية راجلا ومتاعه على ظهره. لم تعقب ودلفت إلى الداخل. مضت الفتاتان إلى الزريبة تدخلان خرفانهما، رأتا والدهما يحمل جلابته على كتفه، تعلمان أنه لا يفعل إلا حين يكون مستعجلا الذهاب إلى موعد يعده هاما. ثم سريعا التحقتا بأمهما علهما تجدان عندها ما يجيب عن السؤال الذي يحيرهما: من يكن ذاك الغريب؟ ولما طلب البقال سعيد منهما أن يبلغ والدهما بأن شخصا ينتظره عند الدكان؟ ولكن أمهما لم تفض بأي شيء وقالت إنها لا تعرف شيئا. انهمكن ثلاثتهن في إعداد وجبة العشاء، وقد أيقن بأنهن ستعرفن الأمر الذي دعي فيه حمو إلى دكان سعيد حين سيعود إلى البيت. فيما مضى كان الحانوت يلعب دورا محوريا في حياة قرية مسيمر، فقد كان مكانا يلتقي عنده أهل القرية، وكان صاحب الدكان مستودعا لأسرار كثيرة قد لا يعرفها كثيرون. ولذلك كان الرجل يحظى بتوقير واحترام من السكان الذين لم يكن في النهاية سوى واحد منهم. وصل حمو إلى الحانوت، ألقى بالتحية وهو ينظر إلى سعيد، نظر نظرة خاطفة إلى ذلك الغريب الذي كان واقفا قرب الدكان وقد وضع أمامه حقيبة الظهر. ابتسم البقال وقال له: إن الرجل، وأشار إليه، يسأل عنك. نظر جهته، عاد يسأل سعيد: من هذا؟ نعم، ألا تعرفه؟ لا، لم أره قط. كان الغريب يصغي إلى ما يدور بين حمو والبقال، ولما رأى حيرة حمو اقترب منه وقال بلكنة بينة: صحيح أنك لم ترني من قبل، وإذا صحيح أنك لا تعرفني. ابتسم ابتسامة لم تمح ملامح اللغز الذي وجد حمو نفسه في مواجهته. اقترب الرجل أكثر وسأله: أليس لك عم اسمه المدني كان يعيش في فرنسا؟ لم يستطع حمو الإجابة على ذلك السؤال الذي يبدو في ظاهره بريئا. يعرف جيدا أن لا أحد في القرية ممن هم من أبناء جيله يعلم بقصة المدني، فكيف لهذا الغريب أن يسأله عن عمه ذاك الذي طواه النسيان؟ بدا له منذ الوهلة الأولى أن الأمر غريب جدا. توجه إلى الغريب بسؤال: وأنت هل تعرفني؟ سمعتهم يتحدثون عنك، ألست حمو؟ نعم أنا هو. وجهه لا يعني له شيئا. أنا دانيال، هو اسمي في الأوراق، ولكن والدي المدني كان يناديني عبد الله، إذن ناديني عبد الله. نعم، ولكن حمو لم يكن مقتنعا تماما بما يقوله هذا الغريب الذي يدعي أنه ابن عمه المدني. ثم إنه يتوجس منه. صحيح أن التقاليد تملي عليه أن يضيفه، ولكنه يتردد. كان سعيد يتابع باهتمام غير خاف ما يدور بين الرجلين، وقد سعى حمو إلى أن يعرف ما الذي جاء بذلك الغريب إلى تلك القرية النائية، ولكنه يعي جيدا أن ذلك لن يتأتى له وهما يقفان عند حانوت سعيد. قرر أن يستضيفه، وحتى يكون لديه شهود على ما سيقال دعا أيضا سعيد وفقيه مسجد القرية، ذبح خروفا وخبزت زوجته لاستقبال الضيوف. بحضور سعيد وفقيه الدوار سأله عن أحواله وأحوال عائلته. علم منه أن والده توفي منذ فترة طويلة وأنه لم يخلف غيره من زوجته الفرنسية غوز. قال الرجل إنه جاء إلى مسيمر ليتعرف عليه، وإنه لم يأتي باحثا عن إرث أو ما شابه ذلك، ولأنه لا يفقه العربية فقد جاءه بورقة كان والده يقول إنها وديعة لشقيقه. ثم أخرج من حقيبة ظهره ورقة لفت بعناية، ما أن تسلمها حمو حتى فتحها. كانت وثيقة عدلية لم يرغب في قراءتها في الحين. جيء بالعشاء، ثم انصرف الفقيه والبقال.
أمضى عبد الله 3 أيام ضيفا عند ابن عمه، وبعد أن سافر عرض حمو تلك الوثيقة على العدول في سوق أسبوعي. كانت وثيقة تنازل عمه المدني عن كل نصيبه فيما ورثاه الشقيقان عن والدهما لفائدة شقيقه المدني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.